السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا فيكم بالدرس الأول بالدبلوم المهني في التصميم الداخلي. الدرس الأول اسمه عناصر التصميم. بدرس اليوم رح نتعلم عن عناصر التصميم. ما هي عناصر التصميم؟ هي الخطوط، الكتل، ألوان، خامات، فراغات، أنواعها. رح نتعلم هاي العناصر كلها، شو أنواعها، شو تأثيرها على التصميم الداخلي. يعني إحنا إن شاء الله بنهاية الدرس اليوم رح نكون كلنا عارفين أنواع عناصر الخطوط تأثيرها على التصميم الداخلي، على الأماكن كلها اللي إحنا عم نصممها. بس إحنا بالبداية محتاجين نعرف شو هي عناصر التصميم الداخلي. عناصر التصميم الداخلي العناصر اللي هي المكونات أو الأجزاء يمكن فصلها وتحديدها في أي تصميم وأي عمل فني. هي أساس العمل وأساس كل تصميم، بيكون لها العديد من المعاني والإيحاءات. يعني كل عنصر إحنا بنستعمله بيأثر تأثير معين على الإنسان اللي عم بيستعمل هذا المكان. عناصر التصميم في عنا 5 عناصر رح نحكي عنها اليوم. العنصر الأول اللي هو الخطوط، والعنصر الثاني الأشكال والكتل، العنصر الثالث الألوان، العنصر الرابع الخامات، والعنصر الخامس الفراغات. رح نحكي عن كل عنصر فيهن بالتفصيل ونتعلم كيف إحنا بنقدر نستخدمه بالتصميم الداخلي. بالبداية رح نتكلم عن الخطوط. الخطوط في لها عدة أنواع، ممكن تكون أفقية بالعرض، ممكن تكون عمودية رأسية بالطول، ممكن تكون منقطة يعني مش كاملة، ممكن تكون متعرجة، ممكن تكون منحنية مستقيمة، ممكن تكون مائلة، ممكن تكون عريضة، ممكن تكون رفيعة، وممكن كمان تكون تعرض اتجاه معين مثل الأسهم، ممكن تأشر لفوق، ممكن تأشر لتحت. فهي بهاي الطريقة كمان